كده ولاد. الهيموليتيك انيميا دي احنا هنحط الجين ونمشي عليها. اوكي رقم واحد عندنا هنبقى عارفين كويس قوي ان انا عندي مصنع بيصنع الار بي سي. المصنع ده هو الهوم. هو ايه الهوم؟ الفكره ببساطه ان انا لو المنتج بتاعي اللي بيطلع بيتكسر في الحاله ده هي انا كمصنع محتاج ازود الانتاج. ولكن لو كان التكسير مستمر مهما زودت الانتاج بتاعي دايما هيبقى في عجز في السوق موجود بسبب الريت اوف ديستراكشن العالي. دايما في عجز، دايما في انيميا. سؤالنا بقى اللي هيجي دلوقتي، يا ترى ايه المنتج بتاعي اللي بيطلع بيتكسر؟ ليه بيحصل له هيموليسيس؟ انا عندي احتمال من الاثنين، يا اما يكون عيب صناعه ما هيسميه كونجنيتال هيموليتيك انيميا، في خلل في المنتج اللي طالع. الخلل ده ممكن يكون في السيل ميمبرين زي ما هناخد اكزامبلز في حالات هيريديتري سيروسايتوزيس او الليبتوسايتوزيس او ستوماتوسايتوزيس. ومن الممكن ان الديفكت يكون في الانزيمز، يعني ممكن يكون في جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز ديفيشنسي، وممكن يبقى نورمال هيموجلوبين اتسلك زي الثلاثيميا اللي موجوده عنده. يبقى انا عندي ممكن يكون عيب صناعه هو اللي خلى المنتج بتاعي يتكسر، هنسميه كونجنيتال هيموليتيك انيميا. وسيمبلي ممكن يكون سوء استعمال. سوء الاستعمال ده اللي احنا هنسميه اكوايرد هيموليتيك انيميا، اللي ممكن يكون ناتج عن انتي بوديز اللي الاهم هي اللي بتكسر، او يكون في بعض الاحيان دراكس، وبعض الاحيان فيزيكال تروما زي الارتفيشال فالف معدني بتتخبط على الارت سيس بتتكسر. يبقى هنا السمري بتاعنا ان احنا عندنا حاله تكسير في الدم برغم من محاوله البومبر والتعويض بزياده الانتاج، الا ان التكسير الكتير ده ما اقدرش اعوضه ودايما في عجز موجود ويبقى في انيميا. التكسير ده اما ناتج عن كونجنتال هيموليتيك انيميا يا اما ناتج عن اكواير هيموليتيك انيميا. دلوقتي بقى حضراتكم هنحط سكيم عشان بعد كده فيلنس سبيسز، يعني هنتفق مع بعض على سكيماتيك ابروتش لاي حاله كونجنتال هيموليتيك انيميا. هنبتدي نتكلم عن اي حاله كونجنتال هيموليتيك انيميا سيمبتوماتولوجي، تمام؟ وهنتكلم عن اي حاله كونجنتال هيموليتيك انيميا سايتس اللي ممكن تبقى موجوده فيها والانستيتيوشن. لما انا اتكلم على اي حاله كونجنتال هيموليتيك انيميا واقول ايه السيمبتومز، همشي من ورا لقدام. عندهم مين؟ انيميا يبقى العيان ده هيشتكي من ايه؟ ايزي فاتيج اكزيرشن نسيا بابتيشن. طب حلو، هيموليتيك يبقى عنده جوندس ويز نورمال كلر يورين اند دارك كلر ستول ويز نو اتشينج اور بليدنج تندنسي. يبقى اي كونجنتال هيموليتيك انيميا في الهيستوري مانيفستيشنز اوف انيميا. والجوندس عشان دايما هنعرف جوازات كلينيكال حاجه مهمه. كونجنتال يبقى هيكون في بوزيتيف فاميلي هيستوري في الغالب. يبقى هنا في المانيفستيشنز بتاعت اي حاله كونجنتال هيموليتيك انيميا قلت لك العيان هيشتكي من ايه؟ هتقول لي ده كونجنتال هيموليتيك انيميا. انيميا يعني ايزي فاتيك اكزيرشنال ديسنيا بالبيتيشن. عنده هيموليسيس يبقى العيان ده عنده جوندس ودي هيموليتيك، يبقى لازم نورمال كلر ديورين دارك كلر ستول اند نو اتشينج اور بليدنج تندنسي ويز بوزيتيف فاميلي هيستوري اوف سيميلر كونديشن. ده السيمبتومز الأساسية بتاعتنا بلس إيه بقى؟ أي حالة هيموليتيك أنيميا يا أولاد هيبقى الوضع فيها كما يلي. من الممكن إن ببساطة جدا وأنا بنقل الدم أدخل باربو فيروس يروح مدمر الستيم سيلز ونفاجأ بأن العيان حصل له ما يسمى أبلاستيك كرايسيس. يعني إيه؟ هو أوريدي عنده أنيميا. مين اللي مخلي الأنيميا مخففة شوية مسطورة يعني؟ لو وقف عن الإنتاج هنسميها أبلاستيك كرايسيس. البالون أخباره إيه؟ هيزيد، لكن الجوندس هتزيد. يبقى كده متفقين، يبقى اسمها أبلاستيك إيه؟ أبلاستيك كرايسيس. من الممكن طبعا
وانا بشتغل كتير كابوم مارو عشان اعوض التكسير استهلك المواد الخام. مين اكتر مادة خام بنستهلكها؟ الحديد ولا فيتامين بي 12 ولا فوليك اسيد؟ فوليك اسيد. وعشان كده بسهولة جدا ممكن هذا الشخص يحصل له ميجالو بلاستيك كرايسيس وفاجأ بان الار بي سيز اللي طالعة هو حالة هيموليتيك انيميا كونجينيتال. الار بي سيز اللي طالعة بقت كبيرة يبقى حصل له ايه؟ ميجالو بلاستيك كرايسيس. يبقى اولاد كده عندنا ممكن يحصل لهذا الشخص تو تلاقي الدلو بتاعه زاد جدا جدا ملقاش البيلروبين عالي او في الغالب ابلاستيك كرايسيس. لكن من الممكن ان انا الاقي ميجالو بلاستودي تشينجز ابتدت تظهر في البلاد وفي البوم مارو اقول ده جاله ميجالو بلاستيك كرايسيس. احيانا بقى اولاد يحصل هايبر هيموليتيك كرايسيس زي مثلا حالات الجي 6 بي دي لما تضرب ساندوتش فول. في الحالة دي ألاقي إيه؟ الجونتس عالي جدا والبالور عالي. يبقى لغاية دلوقتي عايز أعرف إزاي أفرق إن دي هايبر هيموليتيك كرايسيس ولا دي أبلاستيك كرايسيس؟ الجونتس ده أبلاستيك كرايسيس البالور يزيد بس، إنما في الهايبر هيموليتيك كرايسيس البالور يزيد والجونتس تزيد. في بعض الحالات النادرة بيحصل ما يسمى سيكويستريشن كرايسيس. يعني إيه سيكويستريشن؟ الطحال يتمدد جدا وياخد الار بي سيز من غير ما يكسرها، وبالتالي البالور هيزيد من غير جوندس. طب ازاي فرق ما بينها وبين الابلاستيك كرايسيس؟ ها عامل صوت ازاي في الحالتين؟ سيكوستريشن كرايسيس هيحصل فيهم زياده في البالور وزود انكريز ان جوندس، ده سيكوستريشن كرايسيس. وفي نفس الوقت هذا الكلام بيحصل في الابلاستيك كرايسيس، البالور هيزيد جدا من غير ما تشوف سبلينو ميجال. ها سبلينو ميجال ايوه السبلين. الام بتيجي تقول لك الواد كان الطحال هنا امبارح لقيته هنا الواد كبر قوي الطحال بتاعه. يبقى دي سيكوستريشن كرايسيس. من ضمن الحاجات البلس اللي هي ممكن تحصل طبعا ان احنا نلاقي ليج ألسر تبقى عند الجيتر اريا عند طرف الشوز البوت من كتر ما الحديد هيترص بيوموسيدرين في الحته ديت ويحصل ايتشنج ممكن يحصل ألسر في الحالات دهية. يبقى هنا ممكن يحصل بلاس كرايسيس. يبقى لو جيت قلت لك اي حاله كونجنيتال هيموليتيك انيميا قول لي السيمبتومز هتقول لي هي كونجنيتال هيموليتيك انيميا. هبتدي من الانيميا ايزي فاتيج اكزيرشنال ديسنيا بالبيتيشن العيان عينيه مسفرة ولون البول بتاعه طبيعي والبراز غامق and no itching or bleeding tendency. في نفس الوقت في positive family history positive هناخد plus. ممكن يجيله في أي وقت ablastic crisis sequestration crisis hemolytic crisis megaloblastoid crisis usually due to folic acid deficiency ulcer تحصل عند الليج. وممكن زك عاطف عبد الله السلام استعجل لي لها والنبي عاطف بقالي ساعة. ومن الممكن أولاد أن يجيلهم gallbladder stone لان الهيموليسيز العالي بتضع بيليروبين عالي جدا وبالتالي البيليروبين في البايل عالي جدا ممكن يعمل حصوه بنسميها بيجمنت ستون. بيجمنت ستون. وطبعا في حاجه خطيره جدا اسمها فازو اوكلوسيف كرايسيس في حاله السيكل سيل انيميا زي ما هنتعلم. يبقى هنا السيمتوماتولوجي بتاع اي كونجنيتال هيموليتيك انيميا. طب لو قلت لك ايه الساينز في اي كونجنيتال هيموليتيك انيميا هتقول لي هي congenital hemolytic anemia. يبقى نبتدي بالانيميا. ايه الساينز اللي بتبقى موجوده في الانيميا؟ بالور وتاكي كارديو. وفي السيفير انيميا هيبقى فيه هيميك ميربر سيستوليك ميربر على البيت. طيب ايه بقى اللي هيبقى موجود في هيموليسيس؟ جوندس. وعشان كده بالور زائد جوندس يساوي هيموليسيس. يبقى واحد manifestations of anemia في الساينز والجوندس. الاقي هيباتو سبلينوميجالي موجود عند العيان بتاعي عاده. ليه؟ لان اولا دول اللي بيكسروا بيشتغلوا كتير هيكبروا، وطبعا لو التكسير زاد قوي هيستعيدوا ذاكره التصنيع اللي كانوا بيعملوها اليوترو وهيبقى في اكسترا مضلل هيباتو بليسيس في الليفر وفي السبلين يكبروا. التكسير ده بيزود الهيموسيدرين اللي هيترسب جواه فبرضه هيكبروا. في جميع الاحوال ممكن الاقي هيباتو سبلينوميجالي. يبقى لغاية كده طبعا كل نوع هيحط التاتش بتاعه فوق البيز لاين كلينيكال بيكتشر. يبقى عرفنا هتكلم ازاي في السيمبتومز هتكلم ازاي في الساينز. دلوقتي بقى عايزين نتكلم على الانفستيجيشن لاي كونجنيتال هيموليتيك انيميا.
انا عايز اثبت ان هي هيموليتيك كونجنيتال هيموليتيك انيميا. عشان اثبت ان هي انيميا هعمل ايه؟ صوره الدم هيطلع فيها انيميا. ايه بقى في صوره الدم اللي يخليني اشك ان هي هيموليتيك؟ الريتكس عاليه، بس دي ما بتطلعش روتين في صوره الدم، لازم بطلبها. بقول له انا عايز ريتكس كاونت، عايز ريتيكولوسيتيك كاونت، والحكيمه بتكتبها كده عد خلايا شبكيه، عد خلايا شبكيه. يبقى هنا مهم جدا ان انا من ضمن الحاجات اللي ممكن تخليني اقول الانيميا دي هيموليتيك ان في البون مارو في البلاد الاقي الريتكس عاليه. وطبعا لو خدت بون مارو، البون مارو ده شغال عادي ولا اكتر من عادي؟ فالقى هايبر سيلولر، يعني لو خدت بون مارو هلاقي ايه؟ هايبر سيلولر. يبقى كده اثبت ان هي دي انيميا، وفي الغالب هيموليتيك، لكن ممكن تمشي هيموراجيك. ما الهيمورج هيعمل كده، فلو حد عنده نزيف جامد هلاقي الريتكس عالي والبون مارو هايبر سيلولر. لكن ايه بقى اللي يخليني اتاكد ان هي هيموليتيك؟ سيرم هيموجلوبين هيطلع عالي دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت. وطبعا الخلايا لما بتنفجر بيطلع اللاكتيك دي هيدروجينيز، فلاقي اللاكتيك دي هيدروجينيز عالي في الانفستيجيشنز بتاعتنا. كده يبقى انا اثبت ان في انيميا وانها في الغالب هيموليتيك بالريتكس والهايبر سيلولار بون مارو والبيليروبين العالي واللاكتيك دي هيدروجينيز العالي. ثم بقى بقيه الانفستيجيشنز تقول لي السبب ايه؟ هيريديتري سيلوسايتوزيس، جي 6 بي دي ديفيشنسي، اند سو اون. في بقى تكه مهمه جدا نركز فيها دلوقتي حضراتكم. تكسير الار بي سيز ده ممكن يتم في منطقتين، يا اما نسحبها في الورشه، نسحبها من الشارع اللي هو البلاط في الورشه ونكسرها، يعني بمعنى اخر نسحبها في السبلين او في الليفر ونكسرها بريتيكولوسيلات سيلز. ده هنسميه اكسترا فاسكولار هيموليسيس. انما لو اتكسرت في قلب البلاط وهي ماشيه في قلب البلاط يبقى ده اسمه انترا فاسكولار هيموليسيس. الانترا فاسكولار هيموليسيس زي جي 6 بي دي، الهيموجلوبين هياخد جوه البلاط، هيمشي جوه البلاط. طبعا احنا ناس محافظين ما عندناش هيموجلوبين يمشي لوحده، في عندي عربيات شرطه قاعده هبتوجلوبين وهيموبيكسل، دي عربيات شرطه اول ما يطلع هيموجلوبين لوحده ياخدوه ويروحوا رايحين بيه على القسم يسلموه في القسم في الليفر وفي السبلين. وبالتالي في الانترا فاسكولار هيموليسيس هلاقي الهبتوجلوبين والهيموبيكسل في البلط قليلين. ليه؟ لانهم راحوا فين؟ راحوا الليفر والسبلين. طبعا لو كميه الهيموليسيس بسيطه كل الهيموجلوبين اللي هيخرج فري في الانترا فاسكولار هيموليسيس هيشيلوا الهبتوجلوبين والهيموبيكسل. بينما لو الهيموليسيس عالي قوي 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 اكسيدنج الكاباسيتي اوف هبتوجلوبين وهيموبيكسل هيبتدي ينزل الهيموجلوبين في اليورين. وعشان كده عايز اجابه على اللي هقوله، از ات فولس اور ترو؟ ابسنس اوف هيموجلوبينوريا means absence of hemolysis. الإجابة غلط، لأنه simply ممكن يكون في mild hemolysis وشالت الهبتوجلوبين والهيموبيكسل الزيادة وديتها فما فضلتش حاجة تنزل في البول. إنما إيه اللي يقول إن في intravascular hemolysis بقوة؟ إن الهبتوجلوبين والهيموبيكسل في البلاط يبقوا قلوا، يبقى ده معناه إن في intravascular hemolysis. طبعا لو exceeding الكباستي هيبقى في free hemoglobin في البلاط وهينزل في اليورين. عظيم. دلوقتي بقى حضراتكم عايزين نطبق هذا الكلام على الاكزامبلز. احنا هنتكلم على الكونجنتال هيموليتيك انيميا اللي قلنا عيب صناعه. هنتكلم دلوقتي لو عيب الصناعه في الممبرين هيريديتري سفيروسايتوسيس، يبقى كلامنا دلوقتي هيبقى عن ايه؟ هيريديتري سفيروسايتوسيس. شكل الار بي سيز واحنا بنشرحه في اول محاضره شبهناه بايه؟ بقشاط الطاولة، فاكرينه؟ compressed from side to side، حتى قلنا انه بيتطبق على بعض نصين وبيعدي من السبلين ويخرج. والسبلين ده يا جماعة وحدة المراقبة والكنترول، ده وحدة الستريس اللي بيتعرض فيها الار بي سيز لأقوى ستريس ممكن، ولن يمر من هذا الاختبار إلا القوي والضعيف يتشال، عشان كده ده تيست واختبار عظيم. ايه اللي بيحافظ على هذا الشكل؟ بروتين موجود من جوه زي السكيليتون اسمه سبكترين. اسمه ايه؟ سبكترين. السبكترين ده بيتكون بناء على
جين موجود على كروموسوم. لو في حاله عندها ديفكت في هذا الجين وهي الهيد ان انهيرتنس اوتوسومال دوميننت، في الحاله ده هي هيبقى في ديفكت في السبكترين، فشكل الار بي سيز والبيرميابيليتي بتاعتها للميه تزيد، فتدخل ميه جوه الار بي سيز فالار بي سيز تتنفخ وتتحول الى كوره، ومن هنا جه اسم هيريديتري سبيروسايتوزيس. بقت كور، بقت ايه؟ بقت كور. هل تنفع الكره دي لما تعدي في اضيق كابيلاري في السبلين تنفع تتطبق؟ هتتحشر وتتكسر. يبقى التكسير هنا في البلط ولا في السبلين؟ Is it intravascular or extravascular? This is extravascular hemolysis. كده يا ولاد، يبقى مين اللي بيكسر هنا؟ السبلين. والى حد ما الليفر تكسير دون مره هيبتدي يعوض، دون مره يقدر يزود قدرته الثمان اضعاف الطبيعي في تصنيع الهيموجلوبين، ولكن التكسير العالي قوي دايما هيخلي المنتج في السوق مش موجود، وعشان كده هيبقى دايما في انيميا موجوده. يبقى مشكلتنا في الهيريديتري سبيروسايتوزيس وهو اوتوسومال دوميننت، ده معناه ان كل جينيريشن في العيله في حد مصاب، يعني في الاب والعمام حد مصاب، في الجدود حد مصاب، في الاولاد حد مصاب، لان فرده واحده تجيبه لقيته اوتوسومال دوميننت. ما كبرتش في الحجم، انا ما قلتش كبرت في الحجم، انا قلت بقت ايه؟ كوره. مش هتنفع تطبق السن، هتتحشر وتتكسر. لا 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 لا، وهي بتكسر جوه السبلين الايدين بتاعت الميكروفيجز موجوده بتاخدها فورا. انترافاسكولار يعني ماشيه جوه الارتري الفرقعي، مش في الكابيلاري بتاعت السبلين. دي الورشه، دي الورشه، الورشه دي جواها تراكات. ما تقوليش ان التراكات ده هي بلط، دي تراكات جوه السبلين، بلط بلط وريد بلط، فدي حاجه ثانيه خالص. انت اكسترا فاسكولار دلوقتي هتتسحب بره لانك انت جوه الورشه، ما تقوليش ما اتكسرت في الشارع، الشارع ده جوه الورشه. اوكي بس انواع معينه هنجاوبكم حالا، خليني ستيب باي ستيب معاكم. اوكي يا ولاد، يبقى هنا يا شباب الار بي سيز، ودايما نلغي من ذهننا لما اقول كوره تبقى حاجه كبري. كوره يعني كوره، ممكن كوره تبقى قد كده، ده مش شكل مكور. انا ما قلتش كبري، انا قلت شكلها بقى كوره، ما بقتش تعرف تتطبق نصين وتتفرد، ده اللي هيكسره. ايه اللي خلاها كده؟ ان الميه دخلت جواها. طب ايه اللي خلى الميه تدخل جواها؟ مفيش سبكترين، مفيش ايه؟ سبكترين موجود. بقى فيه هيموليسيس. تعالوا نشوف العيان اللي عنده هيريديتري سبيروسايتوزيس ده، تبع للسكيما السيمبتومز دي كونجنتال هيموليتيك انيميا، صح؟ يبقى العيان بتاعنا بيشتكي من ايه؟ ايزي فاتيك اكزيرشنال ديسنيا بالبيتيشن بتاعت الانيميا، وبما انها هيموليتيك يبقى عنده جوندس ويز دارك كالر ستول نورمال كالر ديورين نو ايتشنج اور بليدنج تندنسي، وعنده بوزيتيف فابريت. لما اجي بقى اقول ان العيان ده فجاه الفالور زاد قوي من غير جوندس، ايه الاحتمال؟ ابلاستيك او سيكوستريشن. احط ايدي على السبلين لو لقيته كبر عن امبارح يبقى دي سيكوستريشن، تمام؟ دي واحد. والابلاستيك كرايسيس في الانفستيجيشنز مش هيبقى فيه في البلد ريتكس، ريتكس كده يا ولاد، يبقى دي حاجه. طب افرض بعمل صوره دم العيان هيريديتري سبيروسايتوزيس لقيت الار بي سيز بقت اكتر في الكبيره، يبقى حصل له ايه؟ ميجالوبلاستيك كرايسيس فوليك اسيد ديفيشنسي، من كتر ما ريت التصنيع عالي يو ار جوينج تو كونسيوم فوليك اسيد، مش كده؟ طب عظيم. لو الراجل ده بقى جاله جوندس زادت عن ما كان عليه، ركزوا معايا يا شباب، جوندس زادت قوي بس المره دي معاها دارك كالر ديورين وكلي كالر ستون، يبقى جالها جالستون وعملت اوبستراكتيف جوندس، مفهومه ولا؟ يبقى لازم نكون فاهمين الدنيا بتاعتنا اخبارها ايه؟ ايه؟ مش عندها جالستونز؟ يبقى واحده نطت عملت اوبستراكتيف جوندس، مفهومه ولا؟ لغايه كده متفقين. دلوقتي بقى الحاله بتاعتنا دي ايه الساينز اللي هلاقيها عليها؟ هرجع للسكيما بتاعتنا، اتس ا كونجنتال هيموليتيك انيميا، بما ان في انيميا هلاقي فيه بالور والبلس تاكيكاردي، ولو سيفير انيميا هيميك ميرمر على البيز الضغط. طب هيموليتيك
جوندس. وعشان كده قلنا جوندس زائد بالون يساوي هيموليسيس. وطبعا الاقي سبينو ميجالي موجود عند الحاله بتاعتي. عايز اثبت بقى ان هي كونجنيتال هيموليتيك انيميا هيبتيتس سايتوسيس. اثبت انيميا ازاي؟ صور الدم هلاقي فيه انيميا مظبوط، دي رقم واحد هلاقي فيه انيميا. طب ايه اللي يخليني اشك ان هي ممكن تبقى هيموليتيك في البلط؟ الريتكس عاليه، ولو خدت بوم مارو اسبيريشن هيطلع هايبر سيلولار. عظيم جدا. الحاجه الثانيه انا عايز اثبت ان فيه هيموليسيس، يبقى السيرم بيليروبين عالي واللاكتيك دي هيدروجينيز عالي بيجي من فرقعه الار بي سيز في الدم. لكن لغايه دلوقتي انا ما قلتش دي سيروسايتوسيس. بلاد فيلم، في البلاد فيلم الاقي السيروسايتس باينه، الشكل الكروي اللي موجود باين تحت عين. وطبعا الحجم ساعات بيقل سنه، بيقل ساعات سنه، وعشان كده ممكن تصل للهيموجلوبين كونسنتريشن ممكن يحصل له يزيد. وعشان كده هي مايكرو سيروسايتوسيس. عشان كده قلنا مش معنى الكوره ان هي كبيره، ممكن تبقى كوره صغيره بس لانها فقدت الشكل المرن بتاعها والقدره على التطبيق والخروج اتكسرت، اتكسرت مش لانها كبرت. اللي هو النيكرو باسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن، نسبه الهيموجلوبين للحجم بتزيد، يا اما الهيموجلوبين زاد وده مش منطقي، يا اما الحجم قل. والحجم هنا قل لان انا خد بالك انا لعبت على السكيلتون اللي هو السبكترين، فالسبكترين قل السكيلتون قل، فممكن الحجم يقل حاجه بسيطه. اه طبعا تمام. شغالين البوم مارو اكتر الريتكس تعلى، هيموليسيس هيموريج تمام. ولو كان في ديفيشنسي وديت ايرن او ويت فيتامين بي 12. لا 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 حوشهم بس، عشان كده البيليروبين ما بيعلاش، ما بيعلاش. از كلير يا اولاد؟ انتوا خدتوا هيماتولوجي في الاطفال ولا لا؟ لا ما خدتش هيماتولوجي. مش ممكن يكون لغايه دلوقتي ما اتاخدش هيماتولوجي في الاطفال؟ احنا جبناها لما خدنا الاطفال كده يا اولاد. الحاجات دي بتاعتهم هم على فكره كده يا اولاد. عظيم. فهاجي اعمل بلاد فيلم الاقي سفيروسايتس. النقطه المهمه الار بي سيز هنا مليانه ميه ولا مش مليانه ميه؟ طيب يعني ايه ايزوتوبيك صدمه؟ ذا سيم تونستي ات ذا بلازما. عشان كده ايزو اللي هو التركيز كام؟ 9/10. يبقى انا لو حطيت ار بي سيز في ايزوتوبيك صلايت مش هتدخل جواها ميه صح؟ حد عنده اعتراض؟ طب كل ما خفف يعني 8/10 7/10، حطيت ار بي سي في سلايم 7/10 8/10 اكيد في ميه هتخش جوه لان التركيز هنا قليل مخفف. حد عنده اعتراض؟ عاده الار بي سي دي زي شط الطاوله 8/10 تشرب شويه ميه تتنفخ سنه، 7/10 تتنفخ سنه، على حدود 5/4 تتنفخ على الاخر وتفرقع. انما حبيبتنا دي بقى اللي هي منفوخه اصلا لما اجي احطها في 9/10 ماشي، انما لو قلت 8/10 7/10 تفرقع. يبقى الاوزموتيك فراجيليتي زادت ولا قلت؟ ايوه كده، يبقى انكريز ذا فراجيليتي. يبقى ده اللي يخليني احسم واقول ان في الغالب احنا عندنا هيريديتري سفيرو سايتوسيس، هيريديتري سفيرو سايتوسيس. لغايه كده متفقين يا شباب؟ العيب كان فين؟ في الهيموجلوبين، في انزيم، في السيل ميمبرين، في السيل ميمبرين. يا ترى بقى دلوقتي عايزين نعرف نعالج العيان ازاي. العيان طبعا عنده درجه من التكسير، انا خايف يجي له ميجالو بلاستيك كرايسيس صح؟ بنقص مين؟ فوليك اسيد. فهديله فوليك اسيد، هديله سبلمنت بس فوليك اسيد، ما اعتمدش قوي على فيتامين بي 12 لانه هاخده في الاكل، لان الريكوير اللي انا محتاجها قليله فالاكل العادي ممكن يظبطه، اديله فوليك اسيد. عظيم. لو احتاج نقل دم والهيموجلوبين نزل عن 7 لازم اديله بلاد ترانسفيوجن طبعا. هو التكسير بيحصل فين؟ الاسبلين. عظيم. لو انا شلت الاسبلين حليت الازمه، بس في مشكله الاسبلين ليه وظيفه. يعني الاسبلين ده ليه وظيفه في الانفكشن وفي غيره، يعني الموضوع مش بالسهل. عشان كده مش هسيب الاسبلين يا اولاد الا لو احتاج فريكوينت بلاد ترانسفيوجن، يعني الحاله فيها تكسير جامد قوي. واحد. نمره 2
لو حصل جول بلادر ستون معنى كده ان في ايه بيليروبين عالي قوي يعني التكسير عالي قوي. نمره 3 لو في حد في العيله دي مات بسبب الاتاكس بتاعه الهيموليسيس يبقى في الحاله ده هي هعمل له سبلينكتومي. هنعمل ايه؟ يبقى ايه الانديكيشن فور سبلينكتومي؟ اوفر هيموليسيس بفريكوانت بلاد ترانسفيوجن او جول بلادر ستون كونت من البيجمنت ستون. نمره 3 عندنا انه يكون في وان اوف ذا فاميلي دايت بيكوز اوف ذيس كونديشن. في الحاله دي هشيل سبلين، بس قبل ما اشيل سبلين لانه مهم جدا في البروتكشن اجينست كابسوليتد اورجانيزمز قبل ما اشيله باسبوعين هديله فاكسين اجينست كابسوليتد اورجانيزم زي الليبوكوكاين وزي الليموفيلوس او ان انا اديله اورال بنسلين تينوكسيميسايل بنسلين 250 ملي جرام الصبح وبالليل لفتره طويله. يبقى لغايه كده عرفنا اول كونجينيتال هيموليتيك انيميا عندنا هي هيريديتري سفيرو سايتوسيس. اوتوسومال دوميننت ولا ريسيسيف؟ دوميننت. عظيم. في واحده بقى شبابها شبهها قوي دي كوره زي الكوره بتاعتكم انتوا، لكن في كوره بتاعت الامريكان. عارفين الكوره بتاعت الامريكان بتاعت الرجبي؟ الكوره دي الليبتوسايت مداريه، فعشان كده ممكن يكون الديفكت الليبتوسايتوسيس مش سفيروسايتوسيس. هيريديتري الليبتوسايتوسيس اقل من السفيروسايتوسيس، في بعض الاحيان هتحتاج برضو التعامل بسلينكتومي ولكنها رير الليبتوسايتوسيس. ساعات بيبقى في سليت لايت ديفكت في الجدار بتاع الايه الار بي سيز بيبقى في شق، عشان كده هنسميها ستوماتوسايتوسيس زي ما يكون ليها بق. ستوماتوسايتوزيس نتيجة ديفيشنسي اوف مادة معينة اسمها ستوماتين. ديفيشنسي اوف ستوماتين هيخلي السيل ممبرين فيه ديفكت سليت لايك ديفكت. ديفكت ده هيخلي السبلين يكسرها، ودي بعض الحالات برضو بتحتاج يتعمل لها سبلينكتومي. يبقى هنا التغيرات اللي ممكن تحصل في الممبرين وتؤدي الى هيموليسيس اهمهم على الاطلاق هيريديتري سفيروسايتوزيس ولا بدرجة اقل الليبتوسايتوزيس اند ستوماتوسايتوزيس. في الليبتوسايتوزيس عيب في الاسبكتين برضه؟ اه ده في نفس المادة نفس السكيلتون الموجود بس بدرجة اقل. دلوقتي بقى شباب بعد ما خدنا الديفكت اللي ممكن يكون موجود كونجينيتالي في السيل ممبرين هنتكلم بقى على الديفكت في الانزيم على جي 6 بي دي جلوكوز 6 فوسفيت دي هايدروجينيز. أولاً عايزين نتفق مع بعض إنها with normal life span يعني الحالة بتعيش كويس قوي خلاص كده؟ عايزين نفهم بقى الحكاية إيه بالظبط؟ حكاية الجيسيس جوة الأرتسيس بتاعتنا موجود عندي هيكسوز مونو فوسفيت شونت موجود عندي بط ويك الميتابوليزم اسمه بنتوش شنط او اكسوز مونوفوسفيت شنط. الشنط ده جنريتس نان بي اتش بلس اتش. الشنط ده بيعمل لي جنريشن للنان بي اتش بلس اتش. مهم جدا this pathway for production of نان بي اتش بلس اتش. عظيم. دلوقتي بقى حضراتكم فاكرين حرب الخليج. لما صدام ابتدى يضرب على السعوديه صواريخ كان اسمها صواريخ سكوت لو فاكرين، صواريخ روسي كده بتنزل تدمر الدنيا كلها، راح الامريكان عاملين ايه؟ راحوا حاطين للسعوديين صواريخ ضد الصواريخ، حتى الهبل كانوا بيطلعوا فوق مسطح يسقفوا عشان اول ما لقوا صاروخ قرروا يتفرجوا والصاروخ الثاني ضرب الدمار. الصاروخ الثاني ده كان اسمه باتر باتر يعني وتر يعني. فكان في عندنا صاروخ سكوت وفي عندنا صاروخ ضد الصواريخ اسمه باتريوت. انا نفس الفكره. حضرتك بقى ضربت سلفر ولا حاجه اللي انا بشوفها بتكرع مفيش مشكله كيمولونز مفيش مشكله انفكشن وردت صواريخ سكوت اوكسيدان ستريس في بعض الاحيان الفول ده جبار في بعض الحالات بينزل صواريخ سكوت
اوكسيدنت ستريس عشان تدمر الار بي سي. اوكسيدنت ستريس عايز يدمر الار بي سي فيطلع له باتريوت. باتريوت بتاعنا ده هو عباره عن ريديوسد جلوتا فايول. يبقى ريديوسد جلوتا ايه؟ فايول. الريديوسد جلوتا فايول ده في مين؟ عايزه يبقى هيعمل نيوتراليزيشن للاوكسيدنت ستريس وهو هيتحول الى اوكسيدايز جلوتاثيون عشان يبقى ريلودد ويشيل هيدروجين لازم ياخد من الناد بي اتش بلس اتش. يبقى احنا حمينا من دمار الار بي سيز وهي ماشيه بريئه في حالها جوه البلط بوجود ريديوسد جلوتاثيون. الجزء يعني عليه هيدروجين. جه منين الهيدروجين عليه؟ من البنتوز شنطة. من البنتوز شنطة اللي طلع له النات بي اتش بلس اتش وعمال يطلع له كمان. فالنات بي اتش بلس اتش ده هيعمل ريلودنج للجلوتاثيون يخليه ريدوست. اي اوكسيدنت ستريس ينزل تعمل له نيوتراليزيشن ونتحول الى الجلوتاثيون نرجع تاني نبقى ريلودنج. اول انزيم في الباسواي ده واهم انزيم هو جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز. هو جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز اول انزيم هنا. فاذا لم يوجد هذا الانزيم لن يكون فيه اكسوز مونوفوسفيت شانت، لن يكون فيه ناد بي اتش بلس اتش، لن يتم هنا ريجينريشن للريدوسد جلوتاثيون. في اي اوكسيدنت ستريس هينزل حتى في انفكشن عاديه هينزل على الار بي سيز هيشقها جوه الدم وهي ماشيه في حالها يقسمها نصين. سمعوا الصين سوكت انترافاسكولار هيموليسيس. لزيتكم من الشعر بيت G6PD جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز بيصنع طبقا لجين موجود على الاكس كروموزوم. موجود فين؟ على الاكس كروموزوم. وعشان كده بنلاقي الولاد اكتر. ليه الولاد اكتر؟ لان الام عندها 10 اكس. لو واحد بايظ واحد سليم هتلاقي الام عندها ميالي ار بي سيز فيها نورمال ليفل اوف جي 6 بي دي وار بي سيز فيها لو ليفل اوف جي 6 بي دي. فدايما تقول لك بص انا طول عمري الهيموجلوبين كده ما بيعلاش ابدا لان عندها ايه واحد شغال والتاني بايظ. في ار بي سيز نورمال وار بي سيز ضايعه تشقط بقى الواد هو وحظه بقى. الواد دخل الواي من ابوه يمد ايده هو ونصيبه ياخد الاكس السليمه يطلع واد زي الفل. ياخد الاكس البايظه مبروك جي 6 بي دي تمام. طبعا لو الحب في القلب زي عضه الكلب والراجل اللي عنده جي 6 بي دي اتجوز بنت عمه وهي كارير ممكن الام تيجي جي 6 بي دي بوزيتيف هتاخد الاكس البايظه من الام والاكس طبعا هتاخد من الراجل اللي هتاخد الواي هتاخد الاكس البايظه يبقى اكس بايظه مع اكس بايظه هوب تطلع ايه في ميل جي 6 بي دي. لغايه كده متفقين؟ طبعا الديفكت في الجين يعني في ناس عندهم جي 6 بي دي جين بايظ نص نص وفي مجموعه عندهم جين بايظ زي ما بتقولوا مولا كده ضايع. عشان كده هنتقسم الحاله بتاعتنا الى تايب اي افريكان. خليكم فاكرين دي مايلد يعني حتى اللي عندهم جي 6 بي دي ديفيشنسي منهم الحاله بسيطه قوي. انما تايب بي في الكوكازيا وحضراتكم عرب كوكازيا بيبقى ديفيشنسي خطيره. جين البايز بيبقى عندنا بايز بايز يا اولاد. نركز بقى كده مع بعض. هي هنا الار بي سيز ايه اللي كسرها؟ الاوكسيدنت ستريس اللي موجود وهي ماشيه فين؟ جوه البلاد. جبنا سيره السبلين يا دي انت وهم هم اللي بتقول سبلينكتوم جت في الاجابه انت هو مال السبلين ده حاول ده ولا ايه؟ السبلين ما فيش سبلينكتوم هنا. السبلين ملوش دعوه بحاجه خالص ده راجل غلبان في عاله. سيب العاله بوس ايدك ما تكملش عليه اوكي. طبعا بالظبط كده حالات الجي 6 بي دي الناس ماشيه وعايشه وزي الفل ما فيش مشكله. طبعا يعني انا فاكر كويس قوي انا ابن خالي الصعيدي صعيدي يعني مهندس اه وراجل صاحب محاجر بس صعيدي قفل يعني لدرجة ان هو في مرة يعني ما راح يخطب واحدة قالت له بقى انت يعني لما بتختلف بتصمم على رأيك الله هو صعيد. قالت له انا النوفية ما ينفعش مع بعض دي عروسة من العراسي بتشكلي يعني. ففي يوم لقيت مراته بتتصل بيا كنت بتمشى يا اخي ده قرفة البطوع الطب دي زي الزفت. يمكن مثلا كان ايه بقالي 4 شهور ما خرجتش
وانا نايم. فبتمشى لقيتها بتتصل بيا بتقول لي شهاب ابنها كان لسه مولود صغير، الولد سخن جامد جدا وعمال يعيط. ببص في البامبرز لقيت حاجه حمراء، احنا ما عندناش جي 6 دي خالص في العيال. قلت لها بصي انت عملتي حاجه في الولد؟ طبعا عمدته مصر لحسيته فين. قلت لها انت عملتي حاجه النهارده؟ قالت لحسته فين. قلت لها طب اطلعي على المستشفى وانا جاي وراك. ودي كانت احد الخروجات يعني قضيتها في المستشفى. الواد ده شهاب ده برضه كنت ما بطش في يوم في مستشفى المره في المهندسين. اول ما اتولد جاله نيونيتال جونس. البرزنتيشن ساعات في الجي 6 بي دي بيبقى نيونيتال جونس، وطبعا بعد ما خالي محمود الثاني كان هو الثاني في المنجم ابوه، وهو عمال يقول له روح الحته الفلانيه وكلمني، روح الحته بقيت شغال في نبطشيتين. ففعلا ممكن يجي بنيونيتال جونس، ممكن يجي باتاك اوف هيموليسيس. ايه بقى اللي يجيب الاتاك اوف هيموليسيس؟ ممكن الاتاك اوف هيموليسيس تيجي من ادويه. وعشان كده مثلا لما ربنا كرمني ورحت خبر، تعرفين الاخوه السعوديين والعرب بيتجوزوا بعض، يعني ما ينفعش الدوسريه تتجوز الا الدوسري والهجريه ما تتجوزش الا هاجري، قبائل ما ينفعش حاجه تانية. فعشان كده اول ما دخلت الخبر لقيت بعدد شعر راس حضراتكم حالات جي 6 بي دي وسكل سيل انيميا وحبة. اول كلمه اتقالت لي اول ما دخلت انسى الصلفه تماما، انسى الصلفه تماما، يعني لا يتكتب صلفه ولا كينولونز ودول يتحفظوا زي اسمكم، ولا كورورامين في نيكول حتى نقط، يبقى لا صلفه في المضادات الحيويه ولا نيتروفيورانتوين بتاع المجال البوليه اللي اسمه التجاري يوفامين، ولا كينولونز ولا كولورامين في نيكول ولا اسبرين. اوعى سلسلات تتكتب، مفهوم يا شباب؟ انتي مالاريال، يعني حتى لو متنيل على عينه مسافر حته في افريقيا مش هنعرف نديله انتي مالاريا، لان هتعمل له اوكسيدنت ستريس وتعمل له هيموليسيس، يبقى ايه التاكس. طب امال ايه حكايه بقى انيميا الفول؟ فافيزم. فافيزم دي لازم يكون فيها تو ديفكتس، يبقى هذا الشخص عنده جي 6 بي دي ديفيشنسي وعنده ابنورمال ميتابوليزم للفافوبينز بيطلع منه اوكسيدنت ستريس. عشان كده ما تستغربوش بره لو لقيت حالات جي 6 بي دي بتاكل فول، مفهوم؟ لان الفافيزم لازم اتنين، جي 6 بي دي ديفيشنسي اند ابنورمال ميتابوليزم فافا بينز. وخدوا بالكم من حاجه مهمه، اي حاجه بفلقتين، يعني الواد ده مش بس فول، فول سوداني بندق. عشان كده الواد ده حتى لو جري في سوبر ماركت ما ينفعش تسيبه، لانه لو راح جاب شوكولاته بالبندق هيجي له اتاك اوف هيموليسيس. ولازم الام تبقى عارفه كويس ايه الممنوع، ولازم بتنبه في المدرسه، لان طبعا في كوارث الواد ممكن عندا ياخد قطمه فول من زميله، فلازم يكون متنبه على الوضع ايه الحكايه. وطبعا الواد ده فقر، يعني لما تجيب عيل ياكل فول بياكل فول، يعني ايش قالوا يعني ماله ما كله بياكل فول زي ما قال سمير غانم، يعني اشمعنى يعني الواد ده يجي لك بقى فيلا ما ياكلش فول، عايز لحمه، ده حاجه نيله يا اولاد. يبقى هنا عندنا الحكاية التاكس، يعني ممكن الحالة تمشي كويس قوي زي بنت امتياز في مرة كده مكسوفة تقول انها جي 6 بي دي، فالعلف طبطشية راحوا جابوا سندوتشات فول كسفت تقول كلت معاهم، جالها اكيوت هيموليتيك اتاك، كل المستشفى عرفت انها جي 6 بي دي، يعني مش ممكن. يبقى هنا في اتاكس لكن الدنيا كويسة قوي والحالة ماشية كويس قوي ونورمال لايف سبان مفيش مشكلة. طبعا حتى الانفكشن اللي عدى ولا بيعمل اوكسيدنت ستريس، فدايما مش هتلاقوا هيموجلوبينهم نورمال ابدا، تلاقي دايما ممكن 11 10 ونص اللي هو عادي عندهم، مفهوم يا اولاد؟ يبقى هنا اتاكس. وعشان كده المشكله الاساسيه بتاعتنا تبقى ديورنج اتاك از ان انترافاسكولار هيموليسيس، زي ما قلت لكم بالظبط زي ما وصفت الام. طبعا مش عايز اقول لكم، هو سال لي محمد قال لي الحكايه ايه؟ قلت له ده حاجه اسمها جي 6 بي دي وبتاع، قال لي ايه؟ قلت له مرض وراثي يعني. قال لي احنا ما عندناش. قلت له طب اسال مراتك هتلاقي عندهم حد في العيله. فسالها قالت له اه، صمم الله. قلت له اتنقل على عينك كويس ان في واحده قبلت دي نايله اسمها، والتاني مسكت الحمد لله بقى زي الفل دلوقتي ومخلف اربعه، ما فيش غير واحد فيهم بس هو اللي جي 6 بي دي على فكره يا اولاد. يبقى هنا مهم جدا ان انا اعرف الاتاك لما تحصل، العيان ماشي كويس قوي قوي تعرض لاي حاجه من الحاجات ده. هي احنا بره كنا على فكره في وسط الفايل بنكتب كده على وش الفايل جي 6 بي دي، بنعملها ماركر بالفايلات عشان لما يجي لك ما تغلطش،
عشان لما اجيلك تبقى فاكر مفهوم. ودي اهميه الدوكيومنتيشن في اي حاجه. لو حصلت له اتاك فيفر لان مع الليمونسز هيطلع فيروسي فيفر رهيبه، الهيموجلوبين هنا خرج بره الار بي سي صح، وعشان كده مش حر في البلاط ونزل في رينا تشدود سدها، فعشان كده في لوين بين. مش كده الوقت كان بيعيط فيفر لوين بين، وطبعا الجولدس هتزيد والبالور هيزيد. دي اللي هنسميه هايبر هيمونيتيك كرايسيس. هايبر هيمونيتيك كرايسيس. عايزين بقى نثبت ان الولد ده عنده جي 6 بي دي، عنده كونجنتال هيمونيتيك انيميا. اولا طبعا في الحاله بتاعتي دي بتبان مع الاسترس اللي هيتعرض له اول مره في العالم العربي اول ما يلحس فول. هتجيب الولد ده تعمل له سي بي سي هيطلع فيها ايه؟ انيميا. بس ركزوا معايا، نورموسيتك نورموكروميك انيميا، لان الار بي سي ما فيش اي تشوهات شكليه فيها، وبالتالي اتكسر بس الباقيين شكلهم طبيعي. شكلها تبقى نورموسيتك نورموكروميك ايه؟ انيميا. ايه اللي يقول ان هي هيموليسيس؟ سجستيف الريتكس عاليه. طبعا مش هاخد بوم مره هنا الوضع محدد، لكن الريتكس العاليه. وفي حاجه مهمه جدا اتكتبت في مره في امتحان بكالوريوس في بروبلم سولفنج، ان في البلاد فيلم نلاقي هاينز بوديز مش هاينز كاتشب زي ما قلنا قبل كده. يعني تبص على الار بي سي تلاقي مكلكع حتت هيموجلوبين، هنسميها هاينز بوديز. هاينز بوديز حلو. يبقى لغايه كده اقدر اقول ان عندي في انيميا نورموسيتك نورموكروميك انيميا وان الريتكس عاليه. طيب ايه اللي يخليني اؤكد ان هي هيموليسيس؟ ان مين هيبقى عالي؟ البيليروبين مينلي الدايركت هايبر بيليروبين. لكن عشان اقول جي 6 بي دي هستنى ليه؟ ما اطلبش قياس جي 6 بي دي دايركتلي، لان في اللحظه دي في عدد كبير من الريتكس، والريتكس عاده ريلاتيفلي فيها ليفل عالي من الجي 6 بي دي، فهستنى شهر اوريدي كلينيكال بيكتشر ما كنتش اقص مع وجود بوزيتيف فاميلي هيستوري، ولكن هستنى شهر وبعدين اروح عامل قياس للجي 6 بي دي جوه الار بي سيز الاف فيري لو. يبقى ما اعملش دايركتلي في الاتاك وفي موليسيس قياس للجي 6 بي دي، هستنى شهر، لان الريتكس العاليه دلوقتي الليفل اوف جي 6 بي دي ريلاتيفلي فيها عالي، بتفقده بمرور الوقت، وبالتالي لو انا حللت دلوقتي هبقى في مستيك ممكن اطلعه نورمال ليفل اوف جي 6 بي دي. از ات كلير يا اولاد؟ دلوقتي بقى في التعامل طبعا عشان في انفكشنز على طول، يعني ناس للبرد مش ناس للبرد، فدايما في درجه من مش ده اوكسيدنت ستريس، فدايما في درجه من الليمونسس خفيفه مش حاسس بيها وماشي، زي ما الناس عندها هيموجلوبين 11 و10 ونص ماشي. مش انت باشا اتكلم بتاع الدماغ خالص. طب يحصل ايه؟ مش كده كده عندي الهيموجلوبين وهيموبكس. طب لما اكسيد الكباستي مع الليمونسس العالي هينزل فين؟ يعني هي لو خد قطمة فول ممكن ما يجيلوش وجع في جنابه، بس يبقى في شويه فيفر صغيره والواد يبقى معتل سنه بسيطه، انما لو كمل الساندوتش بقى. بس خد بالكوا هنا من نقطه، ان برغم ان هي هيموليتيك جوندس الا ان اللون البول ايه؟ احمر. عشان ايه؟ عشان الهيموجلوبين اللي حصل، لان ده انتراباسكولار عشان الهيموجلوبينوريا مش بيليروبين. خدوا بالكوا عشان ما تقوليش ايه ما لون البول غامق اهي، لون البول غامق لان فيه هيموجلوبين نزل مش لان فيه بيليروبين، لان ده انترا فاسكولار هيموليسيس. طبعا شغلي كله هيبقى ديورنج ايه؟ الاتاك. طب ايه بتوين اتاكس؟ احاول امنع الاتاك، يعني ما ياكلش اي حاجه من البلاوي المتلتله اللي احنا اتفقنا عليها زي الفول واي حاجه ذات فلقتين، ما امشيش في غير فول على فكره. ات مايت بي انهيلد البولز، يعني لو مشي في حقد غيط فول ممكن يجيله اتاك في هيموليسيس مش هزار، فدي مصيبه. ايه مش في حبوب بخار؟ لو شمعها يضحك. ليه؟ ما هي ابسولوت ديفيشنسي، بس الوضع الحالي اول ما بتطلع الار بي سيز بيبقى ريلاتيفلي فيريتكس وهي حجمها كبير فيها كمية كويسة بتفقد بعد كده during life في السيرم بتاع حواليها، فعشان كده لازم استنى شهر. لو انا عايز دايركت لأول ما طلعت ممكن فولسلي الاقي ليفل او العالي، لا ده مش لان ده رينج، ممكن الاقي اللون اللي بيتوف نورمال بمرور الوقت بيفقد ده. اوكي يا اولاد؟ ما احنا اتفقنا الفافيزم حاجتين، جي 6 بي دي ديفيشنسي وابنورمال ميتابوليزم وفافا بينز
عندهم ايه؟ لان في العالم العربي احنا الاثنين كومبايند دايما، لكن احنا قلنا ان في مثلا افارقه فيري ماي ما عندهمش حاجه. طيب دكتور هو ليه لو هو عامل افويد في الاساس ليه بقى؟ عشان في دايما الريكورنت انفكشن بتاعتنا اللي موجوده بتعمل اوكسيدن ستريس زيها زي ما يكون واكل فول او واخد حاجه بس ليفل واطي، فدايما في درجه من الهيموليسيس خفيفه. جوندس دايما يا جماعه كلينيكالي ديتكتد عند ليفل كام؟ من 2.5 الى 3 ملي جرام بر دي سي لتر. ذا ليفر كان انكريز اتس كاباسيتي فور كونجوجيشن 10 تايمز، وبالتالي مش شبعان في المايلد كونديشن. اوكي يا اولاد، دلوقتي بقى يا شباب احنا هنتعامل وقت قبل الاتاك، بنحميه وبنبلغ المدرسه في المدرسه، وكل المدرسين والده جي 6 بي دي ما يحاولوش ان هو يجيب سندوتش فول ونلبي في الكانتين وكل حاجه. والدكاتره وما ادراك بالدكاتره المصريه، لو جالي يورينا تراكت انفكشن كده كده في الاطفال ما بنديش كينولونز، لكن ما نديش ستريم، ما نديش سلفا خالص، ما نديش ايفن ووتر سوليبل فيتامين كي لانه ممكن يعمل هيموليسيس، ما نديش سلفا ولا حتى يعني قطره في العين ولا كلورام فريكور. دي حاجه. لكن لو جاله الاتاك بيتنقل المستشفى فورا، بديله بلاد ترانسفيوجن، بديله بلاد ايه؟ ترانسفيوجن، لغايه لما تعدي الاتاك على خير ان شاء الله. كان عندنا في دكتور كده دكتور اباظه معانا في السعوديه، كان يتميز بانه ما قراش من يوم ما اتخرج، وهذا الكلام من قبلها ب 30 سنه يعني، كان دكتور عام في اذن وبيدي مضادات حيوي وبيدي بلاوي متلتله يعني، وياما عمل فينا مقالب. ومره لقيته بيصوت وبيندهل الحقن، دخلت لقيت الراجل ضايع، انت قربت منه يا باظ؟ قال لي ابدا ما قربتش منه، العيان فازو فيجن، لانه دخل يعمل له عمليه في الجيوب الانفيه فكسر له الحاجز، الراجل جاله فازو فيجن اتاك يعني. وطبعا هو كان بينظف بيشفط ميوكس وزباله ويحطها في ميه، ها فبيفوقه ازاي؟ بيجيب ميه وسخه ويرشها على وشه. ما علينا، مره من المرات راح جاي بنتي عينه ماكس بيم، ده سيرج جنريشن وقال فورس جنريشن كفارس بوري، فجات للعيان انافلاكتيك شوك، لقيتهم عمالين يصوتوا، نزلت اجري، وبعد ما خلصت ظبطت الحاله انافلاكتيك شوك والدنيا بقى كويسه والست فائت، فمقابلني عند الجامع واحنا خارجين من الصاله، كان معدي صاحب المستشفى السعودي، فلقيته بيقول لي ايه؟ بذمتك يعني مش تساله قبل ما تدوا مضادات حيويه؟ فانا بصيت وضحكت، هو قصده بيتريق يعني على نفسه، فلقيت سعود بيندهلي بيقول لي خد في ايه؟ قلت له حصل كذا 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 كذا، وقع على نفسه بالضحك، ما كان ده مشهور اباظه يعني. في مره لقيته دكتوره النساء طالعه من العاده بتاعتها بتقول لي اباظه بيكلمني بصوت واطي قوي وبيسالني في حاجه غريبه، فشويه وهو بعدها نص ساعه كده جه، فبتقول له في خير يا دكتوره اباظه انت كنت بسال؟ قال لها كشف منزلي، محدش راضي يروح، قلت استفيد بالفلوس وبتاع فوزه، ايه يعني اروح؟ خد بعضه وراح عشان ياخد 30 ريال يعني. راح هناك طلعت ايه؟ ديسمينوريه، الام الدوره. طبعا هو مش عارف يعمل ايه، فقال له ممكن اخش الحمام. دخل الحمام وام الحمام بيكلم دكتوره النساء اعمل ايه في الديسمينوريه. لا ده كان ليه امجاد عظيمه يعني. كده يا اولاد، في مره من المرات بس الحمد لله جت في واحد مصري يعني، ابن زميل لينا جاله فيفر راح مديله اسبيجيك. اسباشك ده عباره عن سلسلات، والواد كان جي 6 بي دي، اكيوت اتاك اوف هيموليسيس، اكيوت اتاك اوف هيموليسيس. يبقى مهم جدا، اللهم اكفني شر ايه؟ اصدقاء، يبقى ناخد بالنا، ها ناخد بالنا من جي 6 بي دي. خدوا بالكم ان ادويه السكر السلفو نايل يوريا ديريفاتيف اوف سلفر، يعني ما يجيش على عم سكر وجي 6 بي دي تروح مديله اماريل مثلا. ها كلام، فهمنا يعني ايه جي 6 بي دي يا شباب؟ وعرفنا الوضع بتاعه والبرزنتيشن بتاعنا، وان ما فيش جبت سيره السبلين يا دي انت وهو، ما حدش يجيب سيره سبلينكتومي خالص، مفهوم؟ طبعا ايه اللي بياكد لي بقى ان في الانفستيجيشنز ان ده انترافاسكولار بلانس، ان انا بقيس مين؟ هابتوجلوبين وهيموبيكسل في البلط، ألقاهم قليلين لأنهم خدوا الفري هيموجلوبين وراحوا للسبليت كلها. خلصنا كده حاجتين. ليه؟
during the attack. In between attack زي ما اتفقنا مش بيبقى نورمال ابدا. يعني دايما تلاقي 11 10 ونص هيموجلوبين كام بالظبط كده، هيبقى في الحدود ده ما تقلقش يعني، يعني عايش زي الفل عشان كده is normal life span. عالم صوت هيموجلوبين لا احنا اتفقنا اولاد الليفر كان انكريز اتس كاباسيتي اب تو 10 تايمز، فلو هيموليسيس بسيط قوي الليفر عامل له كونتريبيوشن كله وخلاص ورميه. دايما الجوندس ما بتبقاش واضحه قوي في الليموليسيس يا اولاد، بتبقى دايما ليمون يلو صفار الليمونه. ليه؟ لان لما بيحصل ليموليسيس الليفر بيقدر يزود الكاباسيتي اوف كونتريبيوشن اند اكسكريشن 10 مرات، فدايما اللي بيفضل كميه قليله قوي. فلو اصلا الليموليسيس ده اصلا بسيط عمر ما هيبقى فيه بيليروب المتراكم لان الليفر هاخده يا اولاد. هنتكلم بقى دلوقتي عن تنوعات على نفس اللحم. بايروفيت كايناز ديفيشنسي، كلمتين مش عايز اتكلم. بايروفيت كايناز ديفيشنسي. البايروفيت كايناز مهم فور انرجي فورميشن، فور انرجي فورميشن فور دي ار بي سيز. وبالتالي لو كان في حد عنده بايروفيت كايناز ديفيشنسي هيبقى الانرجي وتوليد الانرجي جوه الار بي سيز ضعيف جدا، وخصوصا ان الار بي سيز ما فيهاش ميتوكوندريا، ما فيهاش ميتوكوندريا، بتعتمد على انيروبيك جلايكوليسيس. فبالتالي لو في بايروفيت كايناز ديفيشنسي في ديفيشنسي ان انرجي انسايد ذا ار بي سيز. مين اكتر ستريس بتتعرض له الار بي سيز؟ المكان اللي فيه اكتر ستريس الجليسرين. وبالتالي في الحاله دي بتتعرض لستريس وما عندهاش انرجي بتتكسر تستحملش، عشان كده هنا التكسير في ايه؟ في الجليسرين. دي بتاع بايروفيت كايناز. وانا بقى هتكلم على انزيم ديفيشنسي بقى عندي حاجتين، حاجه الاساسيه جلوكوز 6 فوسفيت هيدروجينيز ديفيشنسي، حاجه الثانيه بايروفيت كايناز ديفيشنسي. انما هنا مين المجرم؟ سبلين. بعد ما خلصنا الانزيم ديفيشنسي وخلصنا السيرمبرين ابنورماليتي، تعال نخش على اول هيموجلوبين. هنخش على انيميا الخلايا المنجليه، سيكل سيل انيميا. سيكل سيل انيميا. اوكي كتير قوي قوي عشان كنت عايز اول ما لا ترانسفيوجن اونلي كده. بصوا دلوقتي بقى يا شباب، احنا عندنا الادلت هيموجلوبين 1 مكون من جلوبين 2 الفا و2 بيتا. هنا يبقى في بوينت ميوتيشن، يعني البيتا تشين موجود. بيتا تشين موجود، يعني البيتا تشين دي مكونه من ايه؟ من امينو اسيد. كل امينو اسيد بيتحط ده بناء على خريطه موجوده على الماسنجر ار ان ايه اللي هي متاخده ككوبي منين؟ الدي ان ايه. كل ثلاثه موجودين ادينين او جوانين او سيتوزين، يبقى انه ترجمتهم الى امايدو اسيد. في البوزيشن نمره 6 في لخبطه في السيكونس، فهيتكون فالين بدل جلوتاميك اسيد، يبقى اصبحت بيتا تشين بس فقط في نقطه واحده بس نمره 6، بدل ما كان في جلوتاميك اسيد اتشال وحط فالين نقطه واحده بس. قلبت الدنيا. لو فاكرين الانسولين بتاعنا زمان خير اللهم اجعله خير، لما اتكلمنا في الاندوكراين قلنا ده احنا لما خلينا 28 29 بدل برولين ثم لايزين خليناه لايزين ثم برولين، عملنا انسولين جديد اسمه ليسبرو، بقى مونومر، بقى يخش بسرعه الجسم. الهيمولوج اللي موجود مجرد التغيير في نقطه واحده غير الكاركترز كلها. وبالتالي هنا ده اللي هيحصل، هينتج عن السيكل هيموجلوبين ده اللي هو في بيتا تشين 2 الفا 2 بيتا، بس البيتا فيها عيب واحد، حطينا الفالين بتاعنا الفالين وشلنا الجلوتاميك اسيد. ينتج عن كده ان هذا الهيموجلوبين بمجرد ما يتعرض لهايبوكسيا يتحول الى ما يسمى تاكتويد، ياخد الشكل ده، وبالتالي السيل ممبرين بتاع الار بي سي هياخد الشكل ده. يبقى هذا الهيموجلوبين لما يتعرض الى هايبوكسيا لاي سبب من الاسباب الخلايا هتاخد شكل المنجل، لان الهيموجلوبين جوه هياخد شكل ما يسمى تاكتويد، ويحصل فيه حاجة يبقى ستيكي، يلزق في الاندوثيليال سيلز فيقفل البلد فيسلز. وعشان كده مشكلتنا ابنورمال شيب لما يتعرض لإيه؟
تعرض لاي بوكس يعني. فدي واحد ولما بقى ابنورمال شيب مين وحده المراقبه والكنترول وبالتالي مين اللي هيشيله؟ السبلين والفون كونفر سيلز في الليفر. ولكن في مشكله تانية انه ستيكي هيترص واحده ورا واحده ورا واحده ويلزق في الاندوثيليال سيلز فتيجي فازو اوكلوسيف كرايسيس. ايوه طبعا احنا عندنا تو جينز، لو التو جينز بايظين هيبقى عندنا سيكل سيل انيميا، لكن لو في فرده بايظه وفرده سليمه هنسميها سيكل سيل تريت. سيكل سيل تريت بتبقى فيري مايل، ودي يمكن بتخدم الناس في افريقيا لان البلازموديوم فالسيبارم ما بيحبش طعم السيكل هيموجلوبين، فعشان كده الناس دي بتعيش بظهر اصابتها بمناطق في الملاريا. دلوقتي بقى شباب عايزين نعرف يا ترى العيان اللي عنده سيكل سيل انيميا، طبعا كان عندي عائلات كامله في السعوديه سيكل سيل انيميا. كان فاكر كويس قوي في واحد كان اسمه الشيخ عبد الرحمن البنيان، هو ومراته ولاده، واحد جاله ستروك من السيكل سيل انيميا والتاني يوم فرحه جالنا باتاك اوف فازو اوكلوسيف كرايسيس مع الهايبوكسيا. ده غير بقى طول ما انت قاعد تلاقي حد راح يلعب كوره في الهايبوكسيا جايبينه شايلينه بيصرخ من الوجع في عضمه، ده فازو اوكلوسيف كرايسيس مع الهايبوكسيا اللي حصلت هنا. اولاد الحاله بتاعتنا طبعا طلع سلم جري مش عارف ايه، يعني دايما في مشكله خفيفه موجوده، وبناء عليه هو حاله كونجنيتال هيموليتيك انيميا. ففي اغلب الاوقات هيبقى عنده ها ايزي فاتيك اكزيرشنال ديسنيا ام بالبيتيشن، في نفس الوقت ممكن يبقى في تنج اوف جوندس خفيفه موجوده عنده وفي بوزيتيف فاميلي هيستوري. من ضمن البلاصات اللي ممكن تحصل هنا طبعا انه ممكن يحصل ابلاستيك كرايسيس، ممكن يحصل في الاول سيكويستريشن كرايسيس، ميجالو بلاستيك كرايسيس، ليك ألسر فيري كومن، جول بلادر ستون ممكن تحصل عند الحالة بتاعتنا. لكن أهم كرايسيس هنا اللي احنا لسه بنتكلم عليها انه يجينا فازو اوكلوسيف كرايسيس، ألم رهيب في العظم up to aseptic necrosis of the head of the femur. يعني في الأطالس يا ولاد هتلاقوا جايبين في أطالس كتير قوي صورة واحد الأطول صابع الميدل تمام، تلاقي الميدل هنا لأنه حصل انفاركشن في العظم من السيكل سيل. ممكن تلاقي مع الأسف ستروك زي الحالة اللي بقول لكم عليها، الولد ده كان شاب مايوكارديال انفاركشن، في حاجة اسمها برايابيزم بينفول إريكشن في ميل، دي كارثة في راجل بينفول إريكشن برايابيزم. ممكن يحصل حاجة مهمة جدا اسمها أكيوت تشيست سندروم، يحصل استراكشن في اللانج لدرجة ان فيها هايبوكسيا رهيبة قطوا ان العام ده يجيله أكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم وبالمونري إديما. دي كوارث، الفازو أوكلوسيف كرايسيس دي كوارث. من أهم بقى الحالات دلوقتي تركزوا بقى معايا حضراتكم وعايز رأي حضراتكم، حالة سيكل سيل أنيميا. اوكي راح يلعب ماتش كوره جاي لحضرتك بألم رهيب هنا، ألم لا يحتمل، تفكروا فيه شرابشن انفاركشن في السبلين، ده بازو بلس. احنا قلنا اصعب كابيلاري واديائهم مين هنا، فعشان كده حصل له انفاركشن، ألم رهيب، تحط السماعه تسمع فريكشن رب، فريكشن رب طبعا هتتكرر مرة واثنين وثلاثة. شمعنا لان اضيق كابيلاري واصعب تيست هو السبلينك، وعشان كده السبلين كل شوية يحصل فيه انفاركشن 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 كما لو كان هيحصل اوتو سبلينكتومي، عشان كده مش محتاج اعمل سبلينكتومي، عارفين هو هيقع لوحده، يبقى ده اوتو سبلينكتومي. النقطة المهمة بقى هنا، النقطة المهمة هنا ان هذا المريض انا خايف عليه من ايه في الانفكشنز، كابسوليتد اورجانيزمز، لانه كما لو كان شال السبلين فعشان كده بعمل له ايه فاكسينيشن اجينست كابسوليتد اورجانيزمز، او ادي له اسبرين بنسلل لانه بالظبط هو ده عنده سبلينكتومي. فهنا ما مش هقول برضه سبلينكتومي ليه، لانه اوريدي بيحصل له سبلينكتومي. طب ما خلاص حصل له سبلينكتومي ليه هيفضل في تاكسين؟ لا حتى الليفر هيكسر، الليفر هيكسر فوق كونفرسنت مفهوم. يبقى هنا
اللي احنا بنتكلم عليه ده هو ما يسمى سيكل سيل انيميا. سيكل سيل تريت عاده ما بيحصلوش مشكله الا اندر سيفير هايبوكس كونديشن، وتبقى حاله مايلد. لغايه كده عرفنا يعني ايه سيكل سيل انيميا، لان شكل الاربسيز بتتحول الى الخلايا المنجليه، بتتشال بالريتيكولو ديسيلال سيلز، فعندنا هيموليسيس اكسترا فاسكولار ولا انترا فاسكولار؟ اكسترا فاسكولار طبعا، بعد سبلين. ثانيا هيبقى ستيكي وتعمل فازو اوكلوسيف ايه كرايسيس. دلوقتي بقى عايزين نثبت بالتحاليل ان الحاله بتاعتنا دهيت عباره عن كونجنيتال هيموليتيك انيميا هنا سيكل سيل. عايز اثبت ان هي انيميا، بعمل ايه؟ سي بي سي هلاقي. طيب اي نوع من الانيميا؟ نورموسيتيك نورموكروميك، مش هتبقى واخده شكل المنجل الا في الاتاك، الا في الاتاك. يبقى نورموسيتيك نورموكروميك انيميا. انما ايه اللي بيقول ان فيه هيموليسيس؟ الريتكس اللي موجوده عندي اللي هي عاليه، وطبعا لو خدت بوم مره هلاقي هايبر سيلولار عن النورمال. كده متفقين بيليروبين مينلي طيب. كل ده بقى ليش ان هي الحاله بتاعتي ايه سيكل سيل؟ اعمل هيموجلوبين الكتروفوريسيس، يقول لي ده هيموجلوبين اس، ده البيتا تشين في البوزيشن نمبر 6 متشال جلوتاميك ومحطوط بديل. ذيس از الكتروفوريسيس. في سيكلينج تيست، انا ممكن احط على السلايد صوديوم بايسلفيت ده ريدوسينج سبستانس تعمل هايبوكسي، فلما مجرد ما عمل هايبوكسي الاقي شكل الاربسيس بتاعت العام اتحولت الى ايه؟ سيكل سيل، الى سيكل سيل. وبالتالي هنا التست ده بس ما اقدرش يفرق لي بقى دي تريت ولا اذا كانت سيكل سيل ديزيز كام. اوكي يا اولاد، يبقى لغايه كده متفقين يا شباب؟ طبعا في شويه تنوعات مش مطلوبه منكم قوي. في عندنا على فكره انواع كتيره من الابنورمال هيموجلوبين، يعني في عندنا هيموجلوبين في ميونخ هيموجلوبين بس بالذات من ميونخ، وفي اريبيان هيموجلوبين ده ابنورمال هيموجلوبين ما لهمش مشاكل، وفي هيموجلوبين سي ده ابنورمال هيموجلوبين. الهيموجلوبين سي ده مثلا العينه بتبقى زي الفل، عادة بيبان عندها في الحمل تلاقي السبلين كبر شوية وز نورمال لايف سبان، ده ابنورمال هيموجلوبين. ففي حالات بقى عندهم سيكل سي هيموجلوبين، يعني عندهم سيكل سيل انيميا وعندهم ابنورمال هيموجلوبين في الباقي اسمه سي هيموجلوبين، وساعات سيكل ثلاسيميا. يعني يعني ساعات ما عندهمش بيتا تشين في بعض الهيموجلوبين بتاعهم، والبعض التاني ابنورمال بيتا هيموجلوبين اس هيموجلوبين، دي بنسميها سيكل ثلاسيميا. سيكل ثلاسيميا لا ده حصه حلو يعني مسعود كام لك؟ حلو. مين اللي هيكتشف هي غريبة وهي معديه في ارض بس كده، معديه في كابيلاري عادية، ولا مين اللي هيكتشف كده؟ يبقى ده ايه؟ لا لا مش للضرب خد بالك يا مشكل، يعني عشان تتهبط وقلت في الحجم عامه كام يا ولاد؟ ليه؟ اولا بتعملي جينيتيك وشكل الكلينيكال بيكتشر، كلينيكال بيكتشر فيري مارك فيري مارك. تعملي سيكلين تلاقي، لكن الحاله ما فيهاش الكرايسيس اللي بتحصل بصوره اساسيه في الحالات العاديه. دلوقتي بقى يا شباب ليه؟ بتقل قصدك ليه ما بتزيدش؟ كل حاله الانيميا بيزيد الاريثروسايتس انتشار ريت لان عندي عدد اربسيس قليل صح، وبالتالي لما اجي احط عينه من البلط فيها اربسيس قليله حلو بيعملوا رولو بيترسموا بسرعه معدتهم قليل، فلاقي بلازما كليرت بسرعه طبعا ده منطقي. هما ترسموا ليه؟ عملوا رولو فورميشن. السيكل سيلز ما تعرفش تعمل رولو، ما تعرفش تلزق في بعضها، تعرف تلزق في الاندوثيليال سيلز اه، لكن ما تعرفش تعمل رولو، فهتفضل عايبة على طول على الوش، فمش هلاقي حاجة كلير لأنهم ما بيهبطوش لأنهم ريبيلينج إتش أذر. شكلهم طبيعي لما يلزقوا في الاندوثيليال سيلز مش بيركبوا ورا بعض، يعني هما مش بيلزقوا ببعض، هو بيرشعوا في الاندوثيليال سيلز، في فرق كبير ما بين الاثنين، وإلا كان الغلوف فورميشن يبقى أكتر. أوكي يا ولاد؟ لغاية كده متفقين؟ كده نكون خدنا ما يلي في الكونجينيتال هيموليتيك انيميا. لا معلش سؤال، هو مش لما يبقى بيتين الاتاك بيتين الاتاك مش الخلايا نورمال فين؟ ما عشان كده فيها نورموسيتيك نورموكروميك. ايوه يعني كده مثلا هيبقى الايه السؤال هيقل الايه؟ الايه السؤال هيزيد ولا ايه؟ انت بتتكلم على اساس وقت الاتاك لما يبقى في سيكلينج الايه السؤال اللي هي جابته الايه السؤال هتبقى مش عاليه. يا اولاد
دلوقتي بقى عايزين نعرف يا ترى نتعامل مع الحالة دي ازاي. تريتمنت اوف سيكل سيل. تريتمنت اوف سيكل سيل طبعا انا مشكلتي الاساسية اللي انتوا هتقابلوها على فكرة هي لوقت ما يحصل فازو اوكلوسيف كرايسيس، هي دي الاساسية بتاعتنا. طبعا بيجي متشال على فكرة زمايله جايبينه بعد ما لعب ماتش الكرة وعمال يصرخ بتعمل ايه؟ مش الاربسيس دي زنقة مع بعضها وقفلة؟ بسيطة بندي فلويد عشان نخففهم شوية نحرك ها؟ ووش يعني. هو ايه اللي خلاهم يعملوا سيكلينج؟ الهايبوكسيا. يبقى نحطه ايه العيان؟ اكسجين. يبقى احط له اكسجين وادي له فلويد. طب والوجع اللي عمال يصرخ منه ده اعمل فيه ايه؟ انالجيسك عادة بندي فولترين ها؟ نون ستيرويدال. وهنا ممكن ادي اسبرين ها؟ ليه؟ لان هو مش وبديله مساكن. ساعات بندي سوديوم بايكارب على اساس ان الاسيدوزز لما بنقللها بسنه الكالوزز بيقلل الاديجن شويه. لكن لو الكارثه كبيره، لو الكارثه كبيره، لو جاي بستروك او مايوكارديال انفاركشن لازم نعمل اكسشينج ترانسفيوجن. يعني ايه؟ يعني نركب من ناحيه نسحب منه دم ونديله دم جديد من الناحيه الثانيه، مفهوم؟ لغايه لما غير له اكتر من 50% من دمه. انتوا عندكم كام لتر دم يا دكتور؟ 5. حلو، يعني ممكن اغير له 2.5 لتر. ليه؟ عشان دول هيتجمعوا بعض حاله خطيره ممكن تتسد كل البلاط فيزل، وبالتالي اكسشينج ترانسفر. هو كده خف. يعني انا لو غيرت له كل دمه ما خفش. ليه؟ عشان مش لازم بوم مارو. وعشان كده في منطق بيقول ان انا ممكن اعمل بوم مارو ترانسبلانتيشن. بوم مارو ترانسبلانتيشن. الحاجه الثانيه جين ثيرابي. جين ثيرابي يعني لو العيله دي جين 6 بي دي سوري سيكل سيل والبيبي هو بطن امه، خدت كوريونيك فيلا سامبلينج او امنيوتيك فلويد سامبلينج وعملت تيست لقيته عنده سيكل سيل ابنورمال جين موجود، ممكن اعمل جين ثيرابي بفكر احط. بس طبعا ده مش في مصر، في العالم العربي. خليت ار بي سي سليمه مش هتعمل سيكلينج. دي سي في هايبوكسيا اللي الراجل ده اتسد له واحد هنا، استنى لغايه ما يتسد واحد تاني الناحيه الثانيه، وحتى لو رجع يبقى هاندي كاب او يتسد باي كارتر انفكشن حاله خطيره والسيكلينج على اعلى مستوى. يبقى ايه الحل الفوري؟ ان انا اشيل الار بي سي اللي هي اكتر شكل منجل عشان ما تسدليش حتت كتيره، وادي له دم من عندي سليم ما فيهوش مشكله. يا ولاد دلوقتي بقى حضراتكم في الكونجنيتال هيموليتيك انيميا، خدنا كونجنيتال هيموليتيك انيميا دي تو ديفكت ان سيل ممبرين كان هيريديتري، والتنوعات بتاعتها الليبتوسايتوزز اند ستوماتوسايتوزز. وخدنا في الانزيم ديفكت كان مينلي جي 6 بي دي ديفيشنسي والبايروفيت كايناز ديفيشنسي. ثم خدنا اول ابنورماليتي في الهيموجلوبين سيكل سيل انيميا. اي استفسار؟ الكلام فارغ. ليه كلام فارغ؟ لان احنا خدوا بالكم احنا بندي حاجه اسمها هيدروكسيوريا، ده انتي لوكيميك ثيرابي. طبعا بيقلل الواد ديزيز وليه مشاكل اللي هناخدها للدوجا يعني، ولكن المشكله بتاعته انه بيعمل شيفت من تصنيع البيتا تشين اللي فيها مشكله الى الجاما تشين. طب حلو قوي. طب مال الثلاسيميا بقى؟ طب ليه الثلاسيميا وحشه؟ ما انا عملت لك كده في الشيفت ناحيه الثلاسيميا يعني. فبالتالي يعني في حاجات ترايلز اكتر منها براكتيكال يعني. كأولاد طبعا عيل عنده سيكل سيل قديمه، اولاد دايما بنبقى ماشيين افرض ما عندوش سيكل جاتاك دلوقتي، بنبقى ماشيينه على فوليك اسيد عشان ما يجيلوش ايه؟ جاله بلاستيك راس. جاله بلاستيك. احنا ناخد الباثولوجي دي دكتوره احنا شاذلين احنا هدوس رعايه ده حاجه جيولوجي بيحب يسلمها على طول. ايه بتستعملها في السي ام ال كرونيك مايوليت لوكيميا هنا؟ ده انت بكمل مستحب ابدا. ده احنا بنديه في السيكل في السي ام ال اللي هي محتاجها انديكيتد، ساعات بيوقع لنا الار بي سيز ويوقع لنا الكاونت بتاع البليتليت از كانسر تريت. اوكي يا ولاد مش براكتيكال ابدا يعني، مش براكتيكال ابدا يعني. اوكي يا ولاد دلوقتي بقى هنخش على المعلم الكبير انيميا البحر الابيض المتوسط. ثلاثه يعني البحر، ثلاسيميا انيميا البحر الابيض المتوسط. دلوقتي بقى حضراتكم عايزين نعرف الحكايه بتاعتنا.
عندنا ثلاث درجات. شوف انا بقول درجات من ثلاثيميا. ثلاثيميا ميجر، ثلاثيميا ماينور او تريد، اند ثلاثيميا انترميديت. طبعا الميجر دي البشعة، ماينور بسيطة، ثلاثيميا انترميديت حاجة خلص. دلوقتي بقى عايزين نعرف ايه اللي حصل في الثلاثيميا وليه الهيموجلوبين اتكسر في حالات الثلاثيميا. اول ما بنتولد بيبقى الهيموجلوبين بتاعنا هو هيموجلوبين اف، في تلج هيموجلوبين مكون من 2 الفا و2 جاما. بعد 6 شهور بيحصل سويتش ويبتدي يتحول الى مينلي ادلت هيموجلوبين 1 حيث 2 الفا و2 بيتا. اذا لم يكن هناك الجين اللي مصنوع اللي بيصنع البيتا تشين، اول 6 شهور زيه زي غيره، لكن هيكتشف امتى؟ لما يبتدي وقت حدوث سويتش عايز اطلع بيتا. نقول له اسف التو جينز اللي بيصنعوا البيتا في الثلاسيميا ميجر او بوليس انيميا سفين مش موجودين. يقول له طيب هتصرف ازاي؟ يقول له ايه؟ خليك زي ما انت. يقول له يعني ايه؟ يقول له بص انا هديك 2 الفا من الاربعة جين اللي بيصنعوا الالفا، تديني 2 جاما اللي عندك يعني. ولكن مع الاسف البرودكشن اوف جاما تشين بعد 6 شهور بيقل جدا، فانا جوه الار بي سيز اطلع 2 الفا يطلع لهم 2 جاما، 2 الفا يطلع لهم 2 جاما، 2 الفا يطلع لهم 2 جاما، 2 الفا ما يطلع لهمش جاما، يبقوا بريسيبيتيتد جوه الار بي سيز. اولا بينج بريسيبيتيتد جوه الار بي سيز ده بيخليهم ابنورمال، ممكن ما يعرفوش يخرجوا اصلا من هوم مار ويحصلوا هيموليسيس جوه. ولو خرجوا ذي ار ابنورمال هيتكشفوا في وحده المراقبه والكنترول اللي هي مين؟ الاسبلين والفون كوبر سيلز، فهيتكسروا. وبالتالي هنا حالتنا حاله كونجنت هيموليتيك انيميا انترافاسكولار ولا اكسترافاسكولار. عظيم. طبعا البوم مارو ما بيسكتش، يبتدي يشتغل وبقوه لمحاوله التعويض. في البيتا ثلاسيميا ميجور الوضع خطير جدا لدرجه ان البوم مارو هيحصل له اكسبانشن. وطبعا البوم مارو لما بنكبر بيبقى مينلي فلات بول، وعشان كده من كتر الاكسبانشن الملامح هتتغير. فرونتال بوسينج، بروميننت زيجوما تبقى موجوده عند الحاله بتاعتنا من كتر الاوفر برودكشن اللي موجود والهايبر اكتيفيتي اوف ذا بوم مارو. فاي فلات بول يا اولاد مكونه من اوتر تيبل انر تيبل ديبلويك سبيس، السبيس ده يبقى اوفر اكتيف، فالعظمه هتكبر وتتغير الملامح، ما يسمى بونجولويد فيتشرز، وان احنا ما كناش بنحب الكلمه دي. الحالة بتاعتنا طبعاً إيزيز أكونجينتال هيموليتيك أنيميا، وبالتالي العين بتاعي عنده إيزي فاتيج إكزيرشنال ديسنيا بالبيتيشن، وعنده جوندس ويز نورمال كالر يورين دار كالر ستول نو إيتشين أو بليدين تندنسي، وفي عادة بوستيف فاملي هيستوري موجود، بلس إنه ممكن يجيله أبلاستيك كرايسيس، سيكوستريشن كرايسيس، هايبر هيموليتيك كرايسيس، ليك ألسر، بيجمنت ستون موجودة في الجول بلادر، لجالو بلاستيك كرايسيس and so on. لما اجي افحص العيان بتاعي دي كونجينيتال هيموليتيك انيميا هلاقي عنده بالون وتاكيكارديا، وفي الحالات السيفير الاقي هيميك ميرور، وهلاقي في جوندس موجود عند الحالة بتاعتي هيوج هيباتوسبلينوميجالي، بسبب انهم بيكسروا كتير يستعيدوا الذاكره لان دي اعلى درجات الهيموليسيس زي الثلاسيميا، فبيبقى في اكسترا ميدلري هيماتوبويسيس، بالاضافه للتكسير الكتير بيكتر الحديد فيبقى فيه هيمو سيدروسيس يترص جوه الريتيكولوسيلات سيستم، فيبقى فيه هيوج هيباتو سبلينو ميجالي. مونجولويد فيتشرز بروميننت زيجوما فرونتال بوسنج يبقى موجود عند العيان ده. عظيم. كلينيكال بيكتشر من هنا طبعا. دلوقتي بقى حضراتكم عشان اشخص الحاله بتاعتي عايز اثبت ان هي كونجينيتال هيموليتيك انيميا ثلاسيميا، هعمل سي بي سي، الاقي انيميا نوعها مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، عشان كده قلنا مش اي مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، اير ديفيشنسي يبقى فيها مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. في البلاد فيل ممكن نلاقي تارجت سيل او كودو سايت، يعني ابص الاقي الهيموجلوبين زي ما يكون عارفه اللي بينشروا عليها، دي اسمها تارجت سيل، مش سبيسيفيك قوي لا، ممكن تبقى في الارم ديفيشنسي، لكن في الثلاسيميا كتير تارجت سيل في البلاد فيل. ايه اللي بيخليني اشك ان ده هيموليسيس؟
الريتكس عاليه، ولو خدت بوم مارو اسبيريشن هيطلع هايبر سيلولا عظيم. شفت البيليروبين هيطلع عالي واللاكتيك دي هيدروجينيز عالي. دلوقتي بقى حضراتكم عشان اقول ان دي ثلاسيميا هعمل هيموجلوبين الكتروفوريسيس، هلاقي من المفروض ان 99% من الهيموجلوبين بتاعنا او 97% من الهيموجلوبين ادلت 1، انما هنا هلاقي ايه؟ فيتال هيموجلوبين متسيد الوضع، يبقى دي ثلاثيميا. وادلت هيموجلوبين 2 برضه نسبته عاليه، المفروض ما يزيدش عن 3%، فاقول ان دي ثلاثيميا. لو عملت بلين اكس راي على السكال مش هي اوتر تيبل انر تيبل بلو اكس بس، من كتر الاكسبانشن هتتمد والترابيكولي تتفرد من كتر الاكسبانشن اللي حصل، فلاقي هيرو ان اند ابيرنس شعر واحد. ولو بصيت على الديجيتس موزايك ابيرنس من كتر ما التيبلز بعتت عن بعضها شدت الترابيكولي اللي في النص، موزايك ابيرنس موزايك ابيرنس. از ات كلير يا شباب؟ Our condition is an iron overload state. وبناء عليه حضراتكم دلوقتي بقى عايزين، طب لو انا شفت لابتو جلوبين والهيموبكس نام هطلعوا ايه؟ نورمال، لان ده مش انترا باسكولار اناليسيس. التعامل بتاعنا ان احنا بندي بلاد ترانسفيوجن، فريكوينت بلاد ترانسفيوجن، بس مشكلتي ان دي iron overload state، وكل كيس 500 ملي بلاد في 250 ملي جرام حديد، وعشان كده لازم بندي معاه ايه؟ ايرن كليتو. زمان كان ديسفريوكسامين ديسفرال، بس ده نصيبه يعني. ديسفرال ده اوتو توكسيستي وممكن يعمل مشاكل في الريتنا عند الناس ده. هي كنا زمان بنحط معاه فيتامين سي على فكره عشان يساعد الاكسبريشن بتاعه ويقلل التوكسيستي اللي موجوده، لكن طبعا بيعمل سكارنج وبتاخد سبكتينيوس، وكان دايما كل ام معاها مضخه وما زال بعضهم موجود. انما دلوقتي في اورال ايرن كيليتو ديسفيراسينوكس اللي اسمه في السوق اكس جيد، اكس جيد ذا ايرن كيليتو اورال اكس جيد او ديسفيراسينوكس. ويرجع لكورس الهيباتولوجي، فاكرين فاكرين في الهيباتولوجي اتكلمنا فيه في مرض هيموكروماتوسيس ذا ايرن كيليتو. يبقى هنا مهم امتى بقى افكر ان انا اشيل الطحال؟ امتى اشيل الطحال؟ لو كان فيه هيموليسيس عالي لدرجه انه يحتاج اكتر من 250 ملي اربسيز مش بلاد لكل كيلو جرام بودي ويت في العام الاخير، يعني لو في عام استهلك اكتر من 250 ملي لتر اربسيز لكل كيلو جرام بودي ويت، يبقى الاسبلين ده لازم يتشال. طبعا امتى تاني اشيله؟ لو بقى بشع ليه؟ اي لمسه، ده لو اتخبط في اتوبيس، ده لو ركب اتوبيس ولا مترو ممكن يحصل رابتشر سبلين، ممكن يحصل رابتشر سبلين. دي حاجه مع فريكوينت بلاد ترانسفيوجن واير ريكليشن. انما طبعا ممكن نحاول وبتتعمل عندنا دلوقتي بول بارو ترانسبلانتيشن، ولو بيبي اكتشفناه ممكن يبقى في جين سيرابي ايفيتس افيلبل. مفهوم يا اولاد؟ المايلور بانتحالات، يعني المايلور ايه؟ بصوا تلاقوا عنده انيميا، المشكله ان هي مايكروسيتيك هايبركروميك وانيميا بسيطه، يعني ما حدش يديله ايه؟ حديد، ما حدش يديله حديد. بتبقى فعلا الزيجوما بروميننت شويه. الناس دي كارير، ها؟ يبقى بالذات ما يتجوزش قريبته، ما يتجوزش ناقصه، مع ان انا اعرف واحد من جيراننا اتجوز واحده مش قريبته خالص وبالصدفه. وهو طلع ماينور وهي ماينور، الاثنين ما عرفوش وجابوا عيل ميجور يعني. فهي حظوظ برضه ساعات بتهرب وتفضل. ليه؟ لان خد بالك مشكلتنا في ايه؟ مشكلتنا في الهيموجلوبين. هل الهيموجلوبين ده كميته عاديه؟ يعني كل اثنين الفا اثنين بيتا، ولا في حاجات الفا وما فيهاش اصلا قصادها حتى جاما؟ فبالتالي كميه الهيموجلوبين اخبارها ايه؟ قليله قليله كده. الفا بريسيبيتيتد جواها خليها اب نورمال. ده احنا لما بيبقى فيه هايبوسبلينيزم، يعني ايه هايبوسبلينيزم؟ يعني شلنا السبلين او حصل فيه اوتو انفكشن زي السيكل سيل انيميا، بتلاقي في البلاد فيلم عبر، تلاقي ار بي سيز فيها بابين هايمر، تلاقي ار بي سيز مقطوشه، ار بي سيز ليها دي، كل العبر بتطلع. ليه؟ لانه المفروض اي حاجه فيها اي عيب تتشاف. ليه؟
لا بدليل ان الفيتال هيموجلوبين موجود اليوترو موجود اربع بتولد مش حاجه كده يا شباب از ات كلير يا اولاد ليه المفروض في الشغل بعمل شيفت بس هنا الاساس في الاستراكشن الابنورماليتي اوف ذا شيب اوف ار بي سيز باي ذا بريسيبيتيتد الفا تشين طبعا مين الاهم الالفا ولا البيتا تشين الالفا طبعا وعشان كده لو الالفا على فكره بتتكون باربع جينز مش اتنين جين زي البيتا فبالتالي لو كان في جين بايظ ولا حاجه ما تحسش بحاجه لو في تو جينز هيبقى في انيميا بسيطه مايكروسيتيك هايبوكروميك دي الالفا ثلاسيميا لو في ثلاثه بايظين هيبقى في هيموجلوبين اتش وده رخم قوي لو اربعه يتولد بيت اسمه بارتس هيموجلوبين وده هيدروكسيتاليس يعني تولد ميت ومنفخ زي موزه كاولاد في النورمال بوبوليشن اقل من 1% الحاله دي ممكن توصل ل 80-90% حتى لو هيكبر وهيتغير هو الجين هيتغير لغايه لما يكبر هيبقى نفس الوضع حديد ايه علي صوتك يا لا 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 بص احنا عندنا اولاد الحديد الزياده بتخزن في صوره فيريتين اجريجيتس اوف فيريتين اسمها هيموسيدرين which cannot be utilized كده اولاد لغايه كده متفقين يا شباب ليه معك سيكل سيل كانت البيتا تشين بس مش البيتا تشين مش موجوده موجوده بس فيها خلل واحد بنسميها برضه ديفيشن انما هي مش موجوده خالص كده يا اولاد في اي استفسار يا شبابنا فين هنا واحد فريكوينت بلاد ترانسفيوجن يعني احتاج اكتر من 250 مللي لكل كيلو جرام من بودي ويت ديورينج ذا لاست يير يبقى ده بيكسر في المره ايه 250 يعني بحسب له خد قد ايه في البلاد ترانسفيوجن السنه اللي فاتت وفلتر منهم بمعادله نسبه البلازما واحسب كميه الار بي سيز فوليوم اللي خدها اقسمها على وزنه في العام اللي فات لو طلع الناتج اكتر من 250 يبقى كل كيلو من جسمه استهلك اكتر من 250 ملي في السنه اللي فاتت ده معناه خطير لازم اشيل اسمه او لو كان هيوج ستريم كروسنج للامبلايكس احتمال يحصل له رابشر مش دكتور هو الدفع ده ايه المفروض بقى اسكيل دي الباك ليه يعني دي المفروض بقى اسكيل المفروض تجيب الباك طب يعني نديله باك ده نديله باك ده مش كده طبعا ما عندوش بلازما فوليوم از ات كلير يا شباب بكره ان شاء الله هناخد الاكوايرد هيموليتيك انيميا الاكوايرد هيموليتيك بكره الحد يا بكره زي عايز تكملوا لا عشان بس الاكس رايز هتفصلوا الاكس رايز النهارده هنتكلم عن ما يلي هنستكمل جي اي تي والاكس رايز بتاعت السكيلتون اللي موجوده وهناخد السي تيز بتاعتنا السي تي برين والسي تي ابدومن والسي تي تشست وهنعمل تيست مع بعض تيست ده الاكس رايز النهارده انت ايه بص قاعد بركز طول الدرس